قام فريق من طلبة السنة الثالثة في الهندسة الميكانيكية في كلية البحرين التقنية بوليتكنيك البحرين بتصميم وبناء سيارة كهربائية رائدة بأربعة مقاعد تعمل بالطاقة الشمسية. السيارة مزودة بألواح شمسية موضوعة بشكل استراتيجي على سطحها، مما يسمح لها بالتقاط وتحويل ضوء الشمس إلى طاقة متجددة نظيفة، فيتم شحن السيارة بشكل سريع. سيارة ناد كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية هي فكرة مبتكرة وتصميم آمن ومستدام وذكي قام بتنفيذه طلبة السنة الثالثة بكلية الهندسة الميكانيكية بجامعة بوليتكنيك البحرين. فهذا النموذج تم إطلاقه ليتماشى مع متطلبات الدراسة بالكلية، ولكن قدرات الطلاب على الابتكار قادتهم إلى تصنيع هذه السيارة في وقت قياسي. أنا بثني على الطلاب وعلى عملهم الجميل والمتقن، وقدروا إنه يعني يحققوا الهدف المطلوب من الكورس ويصنعوا هذه السيارة اللي هي يعني بصورة عامة ملائمة ومواكبة للتطور الحاصل في التكنولوجي. السيارة صممت حق إنها تستعمل داخل الحرم الجامعي، والسرعة القصوى هي 30 كيلومتر في الساعة. السيارة تقدر تشيل 4 ركاب، والموتور مالها الكهربائي يولد تقريبا 900 واط. الماكسيمم لود على السيارة تقريبا 350 كيلو. فكرة السيارة هي سيارة بمسمى سيكوريتي كلوب كار للاستخدام داخل الحرم الجامعي في الجامعة، والسيارة تستغل الطاقة الشمسية من خلال اللوح السولار بانل الموجود فوقها. هذه الفكرة التي اعتمدت على تسخير الطاقة المتجددة لتفعيلها بالشكل الصحيح هي نتاج بحث متواصل وعمل دؤوب قام به الطلاب لإطلاق هذا النموذج على أرض الواقع. بدأنا بتصميم سيارة من خلال برنامج سولور. تصميم السيارة يتطابق مع الأمن والسلامة لطرقات الحرم الجامعي، وأيضا حاولنا تنزيل وزن السيارة عشان نقدر نستفيد من الطاقة الشمسية في دعم الطاقة الكهربائية للسيارة. نحن قاعد نسعى نحصل على شهرة أمن وسلامة تأهلنا نحن نستعمل السيارة داخل الحرم الجامعي، وعلى حسب توجيهات رئيس الجامعة فإحنا قاعد نسعى في تطوير السيارة ونوصلها لمستوى احترافي أكثر يأهلنا أن احنا نستثمر فيها في المستقبل. في البداية احنا كنا مسوين أكثر من تصميم، تصميم واحد فقط اللي يكون فيه طاقة شمسية، بس مع الوقت اكتشفنا أن هاي هو أحسن تصميم، خصوصا أن بنستغل طاقة الشمس اللي موجودة عندنا وبنخلي سيارة تمشي مدة أكثر باستهلاك كهرباء أقل. أداء السيارة في الحرم الجامعي خلال تجربتها كان مثير وممتع في الوقت ذاته، حيث أظهرت السيارة أداء واستقرارا استثنائيا ما وفر قيادة سلسة وممتعة أثناء قيادتها، خصوصا وأن هذه السيارة لا تعتبر بديلا صديقا للبيئة للمركبات التقليدية فحسب، بل مشروع جيد سيتم استخدامه في الحرم الجامعي في المستقبل. فكرة متميزة جاءت من طلاب مبدعين حرصوا على توظيف الطاقة الشمسية في تشغيل هذه السيارة، والتي تحاكي متطلبات التنمية المستدامة، ليكون لهذا النوع من الصناعات دور في تعزيز هذه الثقافة وتنميتها لدى بقية الطلبة، بل ولتشجيعهم للعمل على ابتكار المزيد من الاختراعات وفق تقنيات الطاقة المتجددة. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.